من الخليل الفلسطينية ينضم إلينا خبير الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أحمد شديد. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. هل من تعليق على الكلمة التي ألقاها في هذا المؤتمر يوآف جالانت، خاصة وأنها احتوت على شأن داخلي إسرائيلي طبعا متعلق بالتجنيد الإجباري الذي ترفض طائفة الحريديم اليهودية المتشددة في الداخل الإسرائيلي؟ نعم، تحياتي لكم، أسعد الله مساءكم بكل خير. واضح تماما حديث وزير الدفاع يوآف جالانت أن هناك أزمة كبيرة في حزب الليكود على وجه الخصوص، العصب الأساس لحكومة الاحتلال، إضافة إلى الائتلاف بشكل كامل. تجاوزنا في كلمة يوآف جالانت فكرة التهديد الوجودي للدولة أو عفوا للحكومة واستمرارية بقائها من خلال التهديدات المستمرة لسموتريتش وبن غفير. الآن جاء التهديد الأساس من عصب الحكومة من حزب الليكود من وزير الدفاع يوآف جالانت، إذ أنه بتطرقه إلى مسألة التجنيد الإجباري لكافة مكونات اليهود كما قال بأن هذه دولة اليهود هي دولة اليهود، هي نقطة خطيرة جدا ليس فقط فيما يتعلق ببقية الديانات المسلمين العرب أو المسيحيين، وإنما كذلك في جزئية أتى على ذكرها وهي من المحرمات ومن المحاذير التي يتجنب أي إسرائيلي وزيرا كان أو من الأحزاب التطرق لها، وهي فكرة أنه نعم يحفظ التوراة يقرأ التوراة ولكن التجديد الإجباري. هذه كانت لغاية اليوم من المحرمات على مركبات المجتمع في إسرائيل، على مكونات أي حكومة أو أي ائتلاف حكومي. عندما يأتي وزير الحرب وزير الدفاع يوآف جالانت والذي مرة أخرى هو من عصب حزب الليكود الذي هو يشكل العصب الأساس للحكومة ويتطرق لها ويثيرها بعد يوم واحد من انتخابات بلدية أظهرت اكتساح كبير وفوز ساحق للأحزاب الدينية شاس والمفدال التي هي المقصودة بتصريحات يوآف جالانت، باعتقاد هذا سيضع الائتلاف الحكومي في إسرائيل على مفترق طريق خطير وخطير جدا، وقد تعصف بالحكومة بهرمتها إذا ما كان هناك ردود فعل من حزبي المفدال وشاس. طيب أستاذ أحمد، السؤال هو لماذا ترفض طائفة الحريديم التجنيد في صفوف جيش الاحتلال؟ نعم، هناك وفق المعتقدات الدينية للمتدينين للحريديم فكر قائم على حفظ التوراة، بمعنى حفظ التوراة ليس قراءتها وحفظها وإنما الإبقاء على التوراة حاضرة كنهج حياة، وبالتالي التفرغ للتوراة هو أهم اليهود، واليهود خلق بالأساس من أجل أن يبقي التوراة حاضرة في المعتقدات. وهنا نعود بالذاكرة إلى نهاية التسعينيات وخاصة عام 1998 عندما قدم تومي لبيد، والد بالمناسبة والد يائير لبيد، مقترحا بالكنيست مشابه وشكل قائمة وحصلت على 6 مقاعد بالكنيست الإسرائيلية في حينه، قائمة على فكرة بأن الدين والتوراة لا يمكن أن تبني دول ولا يمكن أن تحفظ لإسرائيل وجودها، وبالتالي وجه بحرب كبيرة، وجه بفتاوي دينية اتهمته في حينه بالردة وبالكفر وأنه خرج عن الديانة اليهودية. إذن هناك معتقد لدى اليهود بأن اليهود خلق من أجل العبادة ومن أجل قراءة التوراة والشعائر الدينية وما إلى ذلك، وبقية مناحي الحياة لا علاقة له بها. لذلك نحن نشاهد على سبيل المثال مدن مئة شعريم، نيبرات، وكذلك مدينة بيت شمش وهي مدن كبرى يوجد أكثر من 500,000 إنسان لا يوجد لهم وظائف ولا أعمال ولا يخدمون في الجيش، إنما هم يقومون على المعونات التي تقدمها الدولة لهم من أكل يومي إعداد وجبات إضافة إلى الرواتب. ولكن هنا يعني في صالح الاحتلال جزئية مهمة عند المتدينين وهي الشرقية، العادات الشرقية في التزاوج، إذ أن العائلة متوسط العائلة اليهودية الدينية اليهودية يبلغ 6 أفراد وهذا غير موجود في بقية مكونات المجتمع في إسرائيل. إذن هناك حالة من التوازن يخلقها أو يوجدها المتدينين في المجتمع الإسرائيلي وهي نسبة التكاثر والعدد، إذ أنهم يصل تعداد بعض الأسر إلى 12 فردا وهذا طبعا غير موجود في بقية العائلات في المجتمع الإسرائيلي اليهودي. وهل هذا الأمر يمكن أن يكون له انعكاس على الانتخابات البلدية التي تجري الآن؟
الانتخابات البلدية صدر خر يعني نتائجها صدرت بالأمس. هناك بعض البلديات بحاجة إلى إعادة بسبب التوازن الذي ساد الانتخابات، ولكن واضح أن هناك انجراف كبير في المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف ونحو اليمينية والصهيونية اليمينية. لذلك شهدنا في أكثر من 38 تجمع من التجمعات الكبرى تحولا وانتصارا لليمين. على سبيل المثال مدينة صفد في الشمال الفلسطيني المحتل، مدينة إيلات في الجنوب الفلسطيني، كذلك مدن كريات جاد وديمونة في الجنوب وبيت شمش في غرب القدس. وأنا لا أتحدث عن المستوطنات في الضفة الغربية، المستوطنات في الضفة الغربية الذي فاز هو يوسي داجان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، وهو معروف من جماعة سمودريتش. ولكن هذا التطرف الذي يسود الآن في المجتمع الإسرائيلي ظهرت نتائجه بانتخابات يوم أمس. ولكن مرة أخرى بالعودة إلى المتدينين، هل سيستوعب حزبي شاس والمفدال ما قدمه يوآف جالان من مقترحات وتوجه حول مسألة التجنيد الإجباري للمتدينين؟ باعتقادي هذه النقطة إذا ما أثيرت وتم التفاعل معها بمستويات أبعد، باعتقادي بأنها ستقضي على الحكومة وستضع حدا لها، لأنه من المعروف تماما إذا انسحب حزب شاس الحكومة ستنهار، إذا انسحب المفدال الحكومة ستنهار. التهديد كان يأتي من قبل سمودريتش وبن غفير، وعلى وجه الخصوص بن غفير، على قاعدة بأن بن غفير من التيارات الدينية الصهيونية، الصهيونية القومية، وهو حاضر ويتفاعل مع كافة القضايا المتعلقة بين مزدوجتين بالقومية بالوطنية اليهودية والإسرائيلية. افتعل مسألة المسجد الأقصى والصلاة به، افتعل قضية الحواجز في الضفة، افتعل مسائل عدة لها العلاقة بالبعد القومي في إسرائيل. ولكن حزبي شاس والمفدال، وعلى وجه الخصوص شاس برئاسة أري درعي، هو يكتفي بالمخصصات التي يتلقاها من الدولة من الحكومة، بالمقابل يعطي الدولة ويصوت على كل ما تقترحه الحكومة، كان ذلك بالكنيسة أو غيره. بمعنى آخر هناك حالة من الانعزالية ومن الانطواء على الذات من قبل عناصر شاس والمفدال، ومرة أخرى على وجه الخصوص شاس، والذين هم لا يمكن الاستهانة بأعدادهم كقطاعات بشرية موجودة داخل المجتمع اليهودي. شكرا جزيلا لك من مدينة الخليل الفلسطينية الأستاذ أحمد شديد خبير الشؤون الإسرائيلية.